والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 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 إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم 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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ندخلا كريما نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما بكل شيء عليما بكل شيء عليما بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون 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 والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 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 فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا شيء شهيدا شيء شهيدا على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم من أموالهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم من أموالهم من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا عليا كبيرا
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا عليما خبيرا عليما خبيرا